ولمناقشة ما جاء في بيان هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن التصويت على حكومة الكاظمي، معنا هاتفيا من اسطنبول الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين دكتور عبد الحميد العاني. مرحبا بكم دكتور. أصدرتم بيانا إذن عن تمرير مجلس النواب حكومة مصطفى الكاظمي، كيف ترون الجديد في الذي قدمه الكاظمي من أسماء أو كفاءات؟ يعني هل تختلف عن سابقيها من حكومات الاحتلال منذ عام 2003؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام، وتقبل الله من الجميع الصيام والقيام. أمين. حقيقة موقفنا هو موقف من العملية السياسية ذاتها، موقفنا ذاته لا يختلف من الإطار ذاته الذي استندت إليه هذه الحكومة. نحن وكذا قال شباب الثورة في ساحات التظاهر، المشكلة ليست في الأشخاص فحسب. نعم، هؤلاء الأشخاص مارسوا كل أنواع الظلم وكل أنواع الفساد، لكن المشكلة هو في هذا الإطار السياسي، العملية السياسية التي أمنت بهؤلاء الأجواء السياسية والغطاء القانوني لممارسة مثل هذه الجرائم. إذن المشكلة هي لا تتعلق بهؤلاء الأشخاص وبفشلهم وعدم خبرتهم السياسية وبارتباطاتهم الخارجية، كل هذه مشاكل ومشاكل كبيرة جدا لها انعكاساتها على الواقع العراقي، على البلد، على حاضره وعلى مستقبله وعلى كل الملفات. لكن المشكلة الأكبر هي في الإطار الذي تلد في أحضانه هذه الحكومات. أما الأسماء فربما نرى فيها اسما واسمين جديدة لم يرى سابقا هذا الاسم أو ذلك الاسم ضمن العملية السياسية سابقا، لكن المشكلة كما قلت هي ليست في هذه الأسماء، وإنما في من يحكم هذه العملية، في القوانين التي يستندون إليها، وفي الميليشيات التي تهيمن على القرار، وفي الدول التي تسيطر على السيادة في العراق. أيضا دكتور عبد الحميد، المبدأ هو المحاصصة، هو هذا المبدأ قائم منذ عام 2003، وبالرغم من تدوير هذه الحكومات لا زال هو سائدا. يعني الكاظمي تعمد ربما تدمير، كما ذكرتم، التدوير عفوا بعض الوجوه الجديدة، ولكن على قاعدة المحاصصة. ألا يدرك أن هذه المحاصصة لم تقدم جديدا للعراق؟ هي هذه الأساس، المشكلة المحاصصة هذه هي التي جعلت هذا المنصب أساسا، منصب رئيس الوزراء، يكون عرضة للمزايدات. يعني لا يستطيع أي شخص مهما كان، حتى لو افترضنا يأتي إنسان مخلص من خارج العملية السياسية اليوم، لو جاء شخص مخلص من خارج العملية السياسية فما دام أنه يستند إلى هذه العملية فلن يستطيع تقديم شيء. لماذا؟ لأنه لا يمكن القبول قبوله في هذا المنصب إلا بعد أن يقدم هذه التنازلات لأصحاب القرار. هؤلاء كل حزب وكل جهة وكل كتلة لها حصتها ولها نصيبها، ولذلك طيلة الأشهر الماضية كان صراعهم وكانت منافساتهم ومشاكساتهم فيما بين هذه الشركاء هؤلاء الشركاء ليس اختلافا على برنامج سياسي ولا على رؤية سياسية أو رؤية إصلاحية للبلد أو ماذا ينفع الناس وماذا يحقق للبلاد، وإنما كان خلافهم الأساسي ولا يزال ماذا تعطيني وماذا أعطيك. لذا الكاظم اليوم حينما جاء واستلم هذا المنصب معناها أن هذه الكتل قد وافقت له، وموافقتها لا يمكن أن تكون بحسب التجربة بطيلة السنوات 17 الماضية إلا بعد أن أعطاها شيء، أعطاها صك موافقة ونصيبا متعهدا تعهد لهم بنصيبهم من الفساد ومن الحصص ومن المناصب حتى على مستوى مدير العام وما دونه. ومن ثم بعد ذلك سيكون لكل وزارة تسيطر عليها هذه الجهة أو تلك الكتلة ستكون مؤتمرة بهذا الحزب وذلك الحزب، ولن يكون للكاظم ولا لغيره أي سلطة على هذه الوزارة أو على هذا المدير أو على ذلك الموظف. أكدتم في بيانكم على موضوع الدماء التي سالت في أثناء ثورة تشرين، وبالمقابل وصفتم هذه الحكومة بأنها فاقدة للشرعية لخضوعها لأمريكا وإيران. هل تعولون من جديد على ثورة تشرين في
إسقاط هذه الحكومة والضغط عليها لتحقيق مطالب هذه الثورة؟ المتضرر الأول والأخير طيلة السنوات الماضية ولا سيما في السنوات الأخيرة هو الشعب العراقي، وخاصة هذه الشريحة، شريحة الشباب التي ولدت بعد الاحتلال أو قبيل الاحتلال، ولم تر طيلة السنوات الماضية إلا بؤسا وفسادا ودمارا وانتهاكات. وهذه الشريحة، شريحة الشباب، تولدت لديها قناعات لا يمكن أن تتزعزع، وعليه اليوم ماذا تحقق بعد هذه الثورة، بعد هذه الأشهر، بعد هذه الدماء التي سالت، السؤال يطرحه هم الشباب نفسهم. ولذلك رأيناهم رغم كل المؤامرات عليهم وكل محاولات إجهاضها الثورة، رأيناهم يصرون على بقائهم واستمرار ثورتهم. ورأينا اليوم خلال الأمس واليوم تصاعد الدعوات لإعادة إحياء هذه الثورة، فنحن نقول طبعا متوقع أن يكون من أولى مهام هذه الحكومة الجديدة هو القضاء على هذه الثورة. لكن كما قلنا ربما منذ أشهر طويلة، قلنا أنه الثورة قد ولدت فكرة، والفكرة لا يمكن أن تموت حتى لو قتلوا جسدا هنا أو هناك. شكرا جزيلا لكم ناطقة باسمي الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين دكتور عبد الحميد العاني.